نبتدي يا شباب مع بعض شرح الجزء بتاع الباراسمباثيتك سيستم. قبل بس ما ندخل في الادويه يهمني استعرض معاك، لو انا سالتك الاول وات از ذا مين ترانسميتر انسايد ذا باراسمباثيتك سيستم، على طول هتقول لي اسيتايل كولين. طب انا عايز استعرض معاك اماكن الاسيتايل كولين كلها علشان نفهم لو احنا ادينا دواء بيتعامل مع الاسيتايل كولين او الباراسمباثيتك سيستم هيكون السبيكترم اوف افكتس فين بالظبط وايه اللي هيحصل. طيب نمرة واحد، انا عايزك تعرف ان الاسيتايل كولين موجود زي ما انت عارف كده في كل النيرف اندنج اللي هي الباراسمباثيتك، يعني اي باراسمباثيتك نيرف رايح لفيسرال اورجان هيطلع في الاخر اسيتايل كولين، ده لو باراسمباثيتك. اتنين، اللي مش عايزك تنساه الله يخليك ان بعض السمباثيتك نيرفز سمباثيتك اهي، يعني كان المفروض تطلع نور ادرينالين، قالوا لا ده ما بتطلعش نور ادرينالين، دي بتطلع اسيتايل كولين، ودي بيسموها سمباثيتك كولينرجيك، يعني اكسبشن، هي سمباثيتك وبيطلع اسيتايل كولين، زي اللي رايح للسوبرا رينال جلاند وزي اللي رايح للسويت جلاند. يهمني هنا انبهك برضو تنبيهه ثانيه، ان السويت جلاند اللي في جسمك نوعين، نوع جاي له سمباثيتك عادي، سمباثيتك اهو شغال عادي خالص على الفا ريسبتور، وده اللي موجود في البالم والفور هيد. انما الاغلب من السويت جلاند اللي في جسمك، الغالبيه اللي بيسموها ثيرمو ريجولاتوري، بقيه جسمك كله ماشي بالقاعده دي، يعني جاي له سمباثيتك لكن الترانسميتر اسيتايل كولين. طيب يبقى اذا انت لما تدي اسيتايل كولين اتوقع ان الانسان يعرق، هتقول لي اه ما هو الاسيتايل كولين هيروح يشغل السويت جلاند دي، مالكش دعوه بقى بكونه اصلا سمباثيتك، انا يلزمني الدواء او الترانسميتر اللي بيشغله ايه. طيب نمره ثلاثة، اوعى تنسى الله يخليك ان الاسيتايل كولين كان موجود في كل الجانجليا اللي في جسمك، وذر سمباثيتك اور بارا سمباثيتك. أربعة، السي ان اس الاسيتايل موجود كولين موجود كتير جدا في السي ان اس، وله وظائف متعدده على حسب الاماكن اللي هيبقى فيها، لكن النهارده تحديدا عايزك تعرف ان من ضمن وظائف الاسيتايل كولين في مخك الذاكره، لحد ما نروح لها بعد شويه، يعني مسؤول عن الميموري، لحد ما نروح نشرح ايه قصه الميموري والالزهايمر. نمره خمسة، مش عايزك تنسى الله يخليك برضو انه السكليتال ماسل رغم انها ما هياش اوتونوميك اورجان دي فولانتري، الا انه الترانسميتر اللي بيحركها اسيتايل كولين. يبقى دول الخمس اماكن اللي عندنا المهمين اللي فيهم اسيتايل كولين، لان احنا في الفيديو ده واللي جاي هنتعامل مع الاسيتايل كولين واشباهه الادويه اللي بتشتغل زيه يعني. فاديني قلت لك الاماكن كلها. طيب في الاماكن دي لما الاسيتايل كولين بيخرج وبيشتغل يا ترى بيشتغل على ايه؟ هتقول لي ريسبتور، هنسميها بقى المره دي كولينرجيك ريسبتور مش ادرينرجيك. الكولينرجيك ريسبتور نوعين، يا يبقوا ماسكارينك يا يبقوا حاجه اسمها نيكوتينك ريسبتور. طب سيب لي الماسكارينك على جنب دلوقتي، خلينا في النيكوتينك ريسبتور لانها مهمه ويعني عددها مش كتير يعني او اماكنها مش كتير. النيكوتينك ريسبتور دي موجوده فين؟ هقول لك هم مكانين تحفظهم والباقي كله يبقى ماسكارينك. يعني مثلا السكليتال ماسل دي الريسبتور اللي فيها نيكوتينك اسمه ان ام. طيب الجانجليا الريسبتور اللي فيها نيكوتينك اسمه ان ان. طب السوبرا رينال جلاند، على اعتبار ان السوبرا رينال جلاند بنعتبرها موديفايد جانجليا، برضو الريسبتور يبقى زي الجانجليا يعني، يبقى الريسبتور اللي فيها ان ان. شوف انا قلت لك ثلاث اماكن فيهم نيكوتينك ريسبتور، هم دول اي بقى اسيتايل كولين في جسمك في اي حته بيشتغل على ماسكارينك ريسبتور، اي مكان غير الثلاثه دول. تاني ايه هم الثلاثه؟ سكليتال ماسل ادا واحد، اوتونوميك جانجليا ادا اتنين في نيكوتينك ريسبتور، والسوبرا رينال جلاند باعتبارها موديفايد جانجليا فيها نيكوتينك ريسبتور. فيما وراء ذلك فالاسيتايل كولين بيشتغل في كل جسمك على ماسكارينك ريسبتور. لكن هو الكلام ده مش كافي قوي، انا يفضل ان احنا نتكلم على الريسبتور، نعمل جدول زي ما الكتاب عامل لك كده في اول الفسيولوجي خالص، كان في جدول كده اسمه كولينرجيك ريسبتور، تعالوا نفردهم على السبوره بالتفصيل ونتكلم عنهم بتفصيل اكتر. هتلاقي الجدول ده اللي انا هكتبه وهتكلم عنه ده مشروع عندك في الفسيولوجي بعد الجدول بتاع الادرينرجيك ريسبتورز. كتاب قام عامل كده، قام جايب لك جدول فرد لك الريسبتورز كلها ماسكارينك ونيكوتينك واتكلم عنها بالتفصيل. الماسكارينك ريسبتور عندنا ثلاث انواع، ام 1 وعندنا حاجه اسمها ام 2 وعندنا ام 3 وفي ام 4
وفي ام 5، لكن ما عندناش كلام عنهم كتير، يعني عافيناك من الكلام عنهم لان المعلومات اللي عليهم لسه قليله. وادى النيكوتينيك ريسبتور الان ان اللي موجود في الجانجليا اهو عشان نخلص، وهي وان ام اللي موجود في السكليت المصل عشان نخلص. يبقى خلصنا من الانات اهي، دول خلصنا منهم. تعالوا نركز في المسكرينك ريسبتور اللي في بقيه جسمك. طيب مبدئيا كده احنا مش اتفقنا ان اي ريسبتور عشان تتكلم عنه انه بيبقى له سكند ميسنجر؟ فاكر الالفا والبيتا ريسبتور بتوع الادرينرجيك؟ اما اتكلمنا ان في ريسبتور بيشغل سايكليك اي ام بي، وفي ريسبتور بيشغل ما اعرفش ايه بيزود الكالسيوم، وفي ريسبتور بيفتح ايون شانل. طيب دول بيعملوا ايه؟ الارقام الفرديه كلها ام 1 وام 3 وام 5 ان وجدت بيشغلوا حاجه اسمها جي كيو، هذا السكند ميسنجر بتاعه عشان لو جالك في الام سي كيو تعرف تتكلم. الارقام الفرديه ام 1 ام 3 ام 5 السكند ميسنجر بتاعهم جي كيو، وانت عارف ان الجي كيو ده لما بيشتغل كان بيزود الكالسيوم. يعني اتوقع ان طالما الكالسيوم زاد ان يحصل اكسايتيشن، لان الكالسيوم انا قلت لك مره انه مش ممكن يكون لا هو ولا الصوديوم مش ممكن يكونوا محضر خير ابدا في اي حته يعني. يبقى ام 1 وام 3 غالبا هيكونوا اكسايتاتوري غالبا، لان هما بيشغلوا جي كيو اللي بيزود كالسيوم. امال ام 2 ده بيقلل سايكليك اي ام بي. الارقام الزوجيه عموما يعني ام 2 وام 4 بيقللوا سايكليك اي ام بي، هيبقوا انهبيتوري غالبا اذا وجدوا في اي ريسبتور يبقوا انهبيتوري، في اي تشو يبقوا انهبيتوري. طيب ام 1 دي عشان اريحك اكتب فوقها كده جاستريك، لان اشهر مكان لام 1 الاستومك، مسؤول موجوده في الجاستريك برايتال سيلز، ها، وفي النيرف اندنج اللي راح لها، ومسؤوله عن الافراز بتاع الاتش سي ال، مش هي لوحدها بالاشتراك مع ام 3. يعني لو حد سالك قال لك الاتش سي ال مين اللي بيخرجه، قول له ام 1 وام 3 مع بعض مشتركين مع بعض متضامنين فيما بينهم في انهم يطلعوا اتش سي ال. طب في مكان تاني الام 1 السي ان اس. ام 1 موجوده في السي ان اس في اماكن كتير جدا، ووظائفها بقى دايفيرس، ما تعرفش تتكلم عن وظائفها دلوقتي. في السي ان اس ان شاء الله نكلمك بقى على الام 1 فين وبتعمل ايه. طب ام 2 دي كانت انهبيتوري بتقلل سايكليك اي ام بي، اكتب فوقها كده عشان ترتاح كاردياك. ام 2 دي موجوده اكتر في الهارت، وتحديدا هي موجوده اكتر في السوبرا فينتريكولار اريا، يعني موجوده في الاتريوم اكتر، وتحديدا اكتر بتقلل الاس اي نود اكتيفيتي، يعني تعمل برادي كارديا. يبقى ام 2 وظيفتها لو اشتغلت تعمل برادي كارديا انهبيشن اوف ذا هارت، لانها بتقلل سايكليك اي ام بي. طيب ام 3 دي موجوده فين؟ ام 3 موجوده في اماكن بقى هي يعني تعتبر اكتر ريسبتور في المسكارينك متوزع في جسمك كله. طيب اول مكان لام 3 البلاد فيزل، فانت على طول هتقول لي بلاد فيزل ايه؟ انا عارف ان البلاد فيزل مالهاش بارا سمباثيتك سبلاي، ايه اللي جاب بلاد فيزل دلوقتي؟ هقول لك صح، انت صح، البلاد فيزل مالهاش بارا سمباثيتك سبلاي، يعني مفيش نيرف واصل، مفيش نيرف جاي، لكن الريسبتور موجود. هتقول لي الله ريسبتور موجود من غير نيرف؟ ايوه، هنسميه نون انيرفيتد ريسبتور، هو اسمه كده نون انيرفيتد، يعني ريسبتور ملوش نيرف جاي له. امال لما هو ملوش نيرف مين اللي بيشغله؟ قالوا اللي بيشغله الدواء. لو انت حضرتك بقى اديت دواء يروح يشغله هيشتغل. طب يعني هو ربنا خالق ريسبتور علشان بسيادة انا لما اجي اشغله بدواء يعني؟ امال من مليون سنه كان شغال ازاي ما كانش فيه دواء؟ قالوا ما هو مش شرط الدواء اللي يشغل ام 3 ريسبتور، ما انت بتاكل حاجات، الحاجات في حاجات من اللي انت بتاكلها كولينرجيك بتروح تشغل ام 3 ده، يعني مش شرط دواء، هو بيستجيب لاي حاجه انجكتد او انجستد سواء تحقنها او تاكلها. طيب ولو اشتغل يعمل ايه؟ قالوا بيزود صناعه ماده اسمها اندوثيليال درايفد ريلاكسنج فاكتور اللي هي نيتريك اوكسيد، يعني اللي بتعمل فازو دايليتيشن. يبقى خلاصه الكلام ام 3 ريسبتور موجود في البلاد فيزل عندك، مالوش نيرف رايح له، انما ممكن يشتغل استجابه لدواء او لحاجه انت اكلتها، ولما بيشتغل بيعمل فازو دايليتيشن. انت تسمع عن انه مثلا في بعض المشروبات بتوطي الضغط، بيقولوا لك كده، يقول لك مثلا بتشرب الحاجه الفلانيه دي بتوطي الضغط. طب الحاجه اللي انا شربتها دي وطت الضغط ازاي؟ في حاجات كتير جدا من الحاجات الشعبيه اللي بنشربها دي، ها، بتروح تشتغل على ام 3 وتعمل لنا فازو دايليتيشن بدون ما اسمي حاجه يعني. طيب ده اول مكان لام 3 بلاد فيزل. تاني مكان قالوا كل السموث ماسل اللي في جسمك، يعني سموث ماسل بتاعه الانترنال اورجان زي مثلا الانتستين، زي اليورينري بلادر، زي اللنج، البرونكاي، كل دي فيها سموث ماسل، فيها ام 3. طب وام 3 دي بتعمل ريلاكسيشن ولا بتعمل ايه؟ قالوا ازاي يعمل ريلاكسيشن؟ يعني اذا كانت بتزود جي كيو اللي بيزود الكالسيوم.
والكالسيوم ده محرقه مش ممكن يعمل ريلاكسيشن ابدا، فهو بيعمل اكسايتيشن، يعمل كونتراكشن في الوول، يعني الوول دايما يكونتراكت، لكن السفنكتر بقى اللي يحصل له ريلاكسيشن. ما هو منطقي جدا، مش ممكن الريسبتور يعمل كونتراكشن في المكانين، الريسبتور دايما بيعمل حاجه اسمها ريسيبروكال افكت، يعني يعمل كونتراكشن للوول يبقى لازم يفتح السفنكتر، يعمل الحركه دي بقى في الجي اي تي واليورينري. طب ما هو على كده بقى قالوا لكم في الفسيولوجي زمان ان ام 3 دي اللي بتدخلك الحمام، انت بتدخل الحمام ببركه ام 3 دي اللي بتعمل لك كونتراكشن في الوول اوف ذا بلادر وتعمل لك ريلاكسيشن فاليورين ينزل. ده على كده بقى اللي عنده احتباس او ريتنشن في اليورين او عنده كونستيبيشن، انا ممكن اشغل له ام 3 دي بدواء تقوم ضغط على الوول وفتح الاسفنكتر، يبقى هو ده هيبقى احد العلاجات للناس اللي عندها كونستيبيشن او يورين ريتنشن او كده. كم مكان كده يا بطل؟ انا قلت لك بلاد فيزل، وقلت لك السموس ماسل بتاعت الانترنال اورجان، اديها 3 2. التالتة بقى، التالتة بتاعت ام 3 اي جلاند عندك، اي غده بتطلع ميه، يعني تقول لي مثلا ايه سويت جلاند بتطلع ميه، لاكريمال الدموع ميه، سليفري، بانكرياتيك، ليفر، طالما في حاجه كده عصاره ولا سكريشن طالعه يبقى ام 3 دي موجوده وهي المسؤوله عن السكريشن، يعني البلل اللي بيحصل في جسمك، البلل انترنال واكسترنال ده كله ام 3. طب يا باشا اخر مكان لها الاي، العين، وفي العين هنضطر نفصل شويه الله يخليك لان مهمه بالنسبه لنا. بص يا بطل، حضرتك لو رسمت العين كده، هناخد الكورنيا كده وادا الايرس اهي وادا اللينس، ونكمل بقى ايه كده، وهنا حاجه اسمها سيلياري بودي، واللينس متسسبندد كده في السيلياري بودي، الاي كده قدامك اهي، ام 3 موجوده هنا في الايرس هنا اهو. يعني لو حضرتك حبيت ترسم العين بفيو، فيو كده فرونت فيو، يعني العين هتبقى كده، وادا الايرس وادا البيوبل. قلت لك ان البيوبل بيبقى فيه عضله كده كان زمان اسمها راديال ماسل او دايليتور بيوبيلي، ودي كان فيها الفا. انا دلوقتي مش هتكلم على الالفا، كان في عضله تانية بقى ما اتكلمناش عنها سيركولر كده اللي اسمها الكونستريكتور بيوبيلي، اهي في دي فيها ام 3 ريسبتور، لو اشتغل يعمل حاجه اسمها مايوزيس، يبقى البيوبل يقفل. طيب ولما البيوبل يقفل تعالى بقى نشوف الايه، نشوف العين المقطع الجانبي ده، لما البيوبل يقفل يعني الايرس تيجي كده ها تتشد كده وتقفل، لان ده البيوبل اهو الايرس هتقفل، اما الايرس تشد كده على بعضها تقوم الانجل الحته اهي الروت بتاع الايرس لما يتشد كده لتحت تقوم المنطقه دي تتفتح، المنطقه دي عامله زي الاسفنج بيسموها ترابيكولار مشوار، المنطقه دي عموما اسمها انجل اوف ذا اي او انجل اوف فلتريشن، لان الاسفنج ده هو اللي بيشرب الايكواس هيومر، يعني بعد ما الايكواس هيومر يتكون بيترشح او يتفلتر عن طريق نسيج الاسفنج ده. طيب ايه اللي بيفتح نسيج الاسفنج ده؟ لو حصل ميوز يتفتح الاسفنجايه دي تتفتح والايكواس هيومر يعدي يتجمع يتلم في حاجه اسمها كانال اوف شليم على الايه، على الليمفاتكس بقى والايبسكليرال فينز، ويروح بقى في السيستميك سيركيوليشن. نحفظ من هنا لاخر العمر ان اي دواء او الريسبتور يعني اللي هيشتغل على ام 3 اللي هيعمل لنا مايوزز ده، اي حاجه تعمل لك مايوزز تفتح ها الترابيكولار مش ورك، يقوم الايكواس يومر متصرف، يقوم يقل الانترا اوكيولار بريشر، يقوم يبقى مفيده في علاج الجلوكوما. تاني، اي دواء يعمل لك مايوزز هيشتغل غالبا عن طريق الريسبتور اللي اسمه ام 3، لما ام 3 يشتغل عن طريق دواء يقوم فاتح لك الانجل اوف فلتريشن او الترابيكولار مش ورك، الفراغات تتفتح، يقوم الايكواس هيومر يعدي يعدي يروح للكنال اوف شليم وضغط عينك يقل. طيب يبقى احنا قلنا كده حاجتين في العين، قلنا مايوزز ها وانكريزد ايكواس هيومر درينج اهو. نمره ثلاثه بقى ان الام 3 اللي عندك في العين موجوده في السيلياري بودي هنا في السيليا، في حاجه اسمها سيلياري ماسل، لو اشتغلت ام 3 في السيلياري ماسل هنا في الحتتين دول تقوم ضغط على اللينس، لما اضغط على اللينس كده يقوم الكونفكسيتي اوف ذا لينس تزيد، يبقى السمك بتاع العدسه يزيد، ولما سمك اللينس يزيد تقوم تشوف القريب اكتر، ولما تشوف القريب احسن يسموها اكوموديشن فور نير فيجن. يبقى يا بطل تعد لي ثلاث حاجات حصلوا في العين نتيجه ان انت عملت ستيميوليشن لام 3. اول حاجه مايوزس، البيوبل قفل،
والميوزس ده اما البيوبل يقفل تقوم تتفتح الكنال الترابيكولار مش ورك والكنال اوفش ليم والايكواسومر يتصرف، يبقى بيقل الانترا اوكولار بريشر. نمره الثلاثه السيلياري ماسل اللي في هنا اللي في السيلياري بودي لو حصل لها كونتراكشن تضغط على اللينس، ولما تضغط على اللينس الكونفكسيتي تزيد فتقوم تشوف القريب احسن، يسموها اكوموديشن فور نير فيجن. كده احنا كلمناك على الماسكارينيك ريسبتور يعني باختصار. النيكوتينيك انا عايز اجنبهم دلوقتي لان النيكوتينيك كانوا في مكانين وحفظناهم. النيكوتينيك ريسبتور في الجانجليا ها ده نوع، وموجوده في السكليت الماسل ده نوع تاني. طيب احنا بقى دلوقتي عايزين نكلمك على الادويه اللي هتشتغل على الريسبتور دي. الادويه اللي بتشتغل على الريسبتور دي يسموها بارا سيمباثوميمتكس. هتقول لي ليه؟ هقول لك على غرار اللي احنا عملناه مع السيمباثيتك سيستم. هو مش الادويه اللي نبهت برضو الفا وبيتا زمان سميناها سيمباثوميمتكس؟ يبقى من باب برضو اولى ان الادويه اللي هتنبه الكولينرجيك ريسبتورز دي في المعده وهنا وهنا هنسميها بارا سيمباثوميمتكس. فتعالى بقى نتكلم ندخل بقى في شغلنا في البارا سيمباثوميمتك. بس قبل ما ادخل بقى في شغلي في البارا سيمباثوميمتك يهمني اسالك سؤال وجيه، يعني سؤال منطقي يا بطل، هو ايه اللي يحصل لو انا اديتك حقنه اسيتايل كولين؟ اولا الاسيتايل كولين نوت ابزوربت، يعني دواء مش هيتاخد اورال، ده ترانسميتر لازم يتحقن زيه زي الادرينالين كده. فلو انا بفرض يعني عندي فايل او حقنه اسيتايل كولين وهديها لك هتعمل ايه؟ هتقول لي والله الاسيتايل كولين بيروح يشتغل على ماسكارينيك ونيكوتينيك. اقول لك ماشي عد لي. تقول لي تعالى نمسك الجدول، هيروح لام واحد يلاقي اشهر مكان لها الاستومك هيزود اتش سي ال، تمام. هيروح للهارت يلاقي ام 2 هيعمل لي برادي كارديا وضغط هيوطى، تمام. 3 هيروح لام 3، ام 3 فين بقى؟ عد، موجوده في البلاد فيزل فازو ديليتيشن، موجوده في السموث ماسل يبقى كونتراكشن اوف اول سموث ماسل، برونكو كونستريكشن والجي اي تي كونتراكشن والسفنكترات هتفتح. طيب والغدد اللي عندك كل الجلانس هتطلع ميه فهتتبل اكسترنال وانترنال. 4 تقول لي العين هيحصل مايوزز والايكواسومر هيتصرف فضغط عيني هيقل وهيحصل الاكوموديشن فور نير فيجن. برافو عليك، ده كده ماسكارينك. طب ونيكوتينك؟ الاسيتايل كولين هيروح للجانجليا ينبهها كلها سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك، وهيروح للسكليتال ماسل ينبهها ويعمل لنا ماسل تويتشز يعني ماسل كونتراكشن. هايل رائع، ده الاسيتايل كولين. بس انا ما عنديش اسيتايل كولين بقى للاسف، يعني بعد ما انت جاوبت كده انا ما عنديش دواء اسمه اسيتايل كولين. ليه؟ لان حضرتك اللي انت عديته كله ده انا ما ينفعش ان انا اديك دواء يعمل كل اللي انت قلته ده. كل اللي انت قلته تقريبا بلاوي، يعني كلها تعتبر ادفيرس افكتس، كلها حاجات غير مرغوبه. فانا ما عنديش اسيتايل كولين لسببين. السبب الاولاني انه نون سيلكتيف، دواء بيلوش بيروح لماسكارينك ونيكوتينك ويعمل لنا بلاوي كلها. طيب 2 السبب الثاني، حتى يا اخي لو انا محتاج اسيتايل كولين في حاجه فهو شورت ديوريشن، بيقعد 20 ثانيه. يعني تدي حقنه الاسيتايل كولين تقعد 20 ثانيه في جسمك. هتقول لي 20 ثانية ليه؟ هقول لك ما انت ناسي انه كان بيتكسر بحاجة اسمها ترو وسودو كولين استريز. الترو ده اللي كان موجود في الأماكن المهمة زي المصل والسي ان اس وغيره، والسودو كان موجود في البلازما والليفر فبيتكسر بسرعة في 20 ثانية. إذا هو ما ينفعنيش عشان الحاجتين دول. هتقول لي طيب هل ممكن نخترع أدوية شبهه كده بحيث إن احنا ناخد ديوريشن كويسة ونحاول ناخد سيلكتيفيتي؟ أقول لك يس، يا ريت يا ريت يا ريت تخترع دواء زي الاسيتايل كولين يكون ما فيهوش العيبين دول، يكون له لونج ديوريشن ويكون كمان سيلكتيف، بيروح لحته محدده يشغلها، بلاش يعمل لي الحاجات الكتير دي قوي. فعندنا فصيله من الادويه زي ما قلت لك اسمها بارا سيمباثو مايميتكس. هنقسم البارا سيمباثو مايميتكس اللي هي الادويه اللي هتشتغل زي الاسيتايل كولين، هتروح تنبه الريسبتورز يعني، هنقسمها الى بارا سيمباثو مايميتكس تتقسم الى حاجات دايركت وحاجات اندايركت. طب بالراحه كده واحده واحده. حاجات دايركت يعني هنروح ننبه ماسكارينك ونيكوتينك مباشره، هنروح للريسبتورز ننبهها على طول. بس زي ما قلت لك كل ما تروح للريسبتور يبقى سيلكتيف، تصطاد حاجه معينه عشان ما تعملش الحاجات الكتير دي يبقى افضل. ده كلمه دايركت. امال اندايركت؟ اندايركت زمان في السيمباثيتك سيستم اما كنا بنتكلم على النور ادرينالين قلت لك ان انا عندي دواء اسمه امفيتامين كان بيروح يعمل ريليز للنور ادرينالين، ويومها قلت لك ان الامفيتامين ده بتصنف اندايركت دراج. لكن في حاله الاسيتايل كولين بقى
انا ما عنديش دواء يعمل له ريليز، فما عنديش الحكايه دي، ما عنديش الميكانيزم ده، ما عنديش دواء يزود الريليز اوف اسيتايل كولين من النيرف اندنج. انما عندي ادويه بقى تمنع تكسيره. مش هو كان لما بخرج بتكسر بالسودو والترو كولين استريس في خلال 20 ثانيه؟ طب ده انا عندي ادويه تمنع تكسيره، تعمل انهبيشن للكولين استريز انزيم. يبقى الادويه اللي بيسموها كولين استريز انهبيتورز هتبوظ الانزيم، يقوم الاسيتايل كولين اللي في جسمك ما يتكسرش، يقوم هو اللي يشتغل. يبقى الدواء نفسه مش هو اللي راح يشتغل على الريسبتور، ده الدواء راح خلى الاسيتايل كولين اكيوميوليتد وما يتكسرش، وهو الاسيتايل كولين هو اللي هيشتغل في جسمك. فسمينا الفصيله دي اندايركت اكتنج دراجز. انا مش عايز اتكلم عنها دلوقتي، خلونا في الفيديو ده نتكلم على الدايركت دراجز، نخلص دول وبعدين نبقى ننتقل لنشوف قصه الاندايركت دول. الدايركت دراجز بقى اللي هتنبه ماسكارينك او نيكوتينك. والله في عندنا ادويه بتنبه ماسكارينك، خليها على جنب، وادويه بتنبه نيكوتينك ريسبتور. مين هم اللي بينبهوا ماسكارينك؟ واحد اسمه كارباكول، اتنين واحد اسمه بيثانيكول، بيثانيكول، تلاتة سي في ميلين، وبايلوكاربين. دول اربع ادويه هم بينبهوا ماسكارينك ريسبتور، بيسموهم ماسكارينك اجونيستس. طب واللي بينبهوا نيكوتينك ريسبتور؟ النيكوتينك اللي في الجانجليا والسكليتال مصل، دواء اسمه نيكوتين، وهو مش دواء يعني احنا ما بنستخدموش في الطب، انما هو موجود ككيميكال. وحاجه اسمها لوبيلين، واللوبيلين مكتوب عندك في الكتاب اسم فقط، لكن مش هنشرحه ومش هنيجي ناحيته، ممكن تنساه خالص كانه مش موجود، بس تبقى عارف ان في حاجه كده يعني ايه اهو اسمه خلاص. الادويه اللي على السبوره دي كلها اسمها دايركت، يعني بتروح للريسبتور تنبهه. طيب قبل ما ممسح السبوره، حضرتك لو نبهت ماسكارينك ريسبتورز تاني لتاني مره، ايه اللي ممكن يحصل؟ هتقولي لو نبهت ماسكارينك ريسبتور، طب ما هو تاني كده M1 HCL، M2 براديكارديا، M3 معناها كونتراكشن اوف اول سموث ماسلز، ومعناها السكريشن تزيد، وميوزس في عيني، والايكوس هيومر هيقل. بس باختصار. طب والبلاد فيزل؟ فازو ديليتيشن وضغط يوطا، ادي كلمه ماسكارينك. طب ولو نبهت النيكوتينك، كل الجانجليا اللي في جسمي هتشتغل، ويذر سمباثيتك اور بارا سمباثيتك، واذا سكليتال ماسل يحصل لها سكليتال ماسل تويتشز او كونتراكشن. كلمه تويتشز يعني ايه؟ نبضات من الكونتراكشن كده. طب يا باشا تعالى نمسك دواء واحد واحد كده نتكلم عنه ونشوف يعني استخداماته ايه. اول واحد في الليست عندك في الادويه اللي سموها ماسكارينك اجونستس، اول دواء عندك اسمه كارباكول. كارباكول، الكارباكول ده للاسف بينبه ماسكارينك زائد نيكوتينك، ده اول عيب من عيوبه. طيب ولما ينبه ماسكارينك ونيكوتينك ده هيعمل لنا هيلوش زيه زي الاسيتيل كولين، يبقى ده عيب كده مبدئيا. يعني بدايه القصه هو في مشكله. جايز الميزه انه ما بيتكسرش بالكولين استريس، يعني هو كولين استر شبه الاسيتيل كولين لكنه ما بيتكسرش بالكولين استريس، وبالتالي يبقى له ايه بقى؟ ها؟ لونج ديوريشن. الاسيتيل كولين كان بيقعد 20 ثانيه في جسمك، ده ممكن يقعد ساعتين ثلاثه، وبالتالي ماشي. يبقى احنا خدنا ميزه انه ما بيتكسرش بسهوله، لكن ما زلنا خايفين من انه لو احنا ادينا، لو اديتك انا قرص كارباكول او حقنه كارباكول، هتعمل في جسمك كل البلاوي اللي كان بيعملها الاسيتيل كولين. اذا اما يبقى دواء بالشكل ده بقى نون سيلكتيف كده، يقوموا ما يدهوش سيستميك ابدا، يعني ما يتعاملش لا قراص ولا امبولات، ما يدخلش الجسم سيستميك. امال نستفيد منه ايه؟ قالوا لوكال، يتحط حاجه لوكال بس. طب لوكال فين؟ قالوا اي دروبس، يتعمل نقط عين فقط. يعني الكارباكول ده مش موجود غير قطره، قطره فقط. طب قطره عين ليه؟ تعال نعد. قطره عين، قطره العين هتعمل لنا مايوزس، ها؟ هتقفل البيوبل. وكمان احنا مش بندي عشان كده، انا قلت لك لما بعمل مايوزس كمان بفتح الايه؟ الترابيكولار مشورك، وبصرف الايكوس هيومر، وبقلل ضغط العين. يبقى انا مش مقصود ان انا بعمل قطره عشان اعمل لك مايوزس، لا، ده انا قاصد احط القطره في العين علشان نقلل الانترا اوكولار بريشر. ويبقى الكارباكول قصته خلصت على كلمه جلوكوما، يعني اذا ذكر كارباكول يبقى اي دروبس جلوكوما. هتقولي طيب السايد افكتس بتاعته؟ اقول لك سايد افكتس ايه؟ بتحط في العين وخلاص. ات از نوت جيفن سيستميك. ولو حد سالك ات از نوت جيفن سيستميك ليه، قول له بيكوز ات از نون سيلكتيف، ما اعرفش دي سيستميك. طب الدواء اللي بعده، الدواء اللي بعده اسمه بيثانيكول. البيثانيكول ده الى حد ما بقى افضل شويه،
بيثا نيكول. البيثا نيكول ده يا باشا المرة دي بينبه المسكرينك بس، ملوش دعوة بالنيكوتينك. كده حلو كويس، يعني على الأقل ما عدناش هنروح للنيكوتينك اللي ملهاش لازمة. طب خليك في المسكرينك. قالوا مش بس كده، ده بينبه المسكرينك أكتر اللي في الجي أي تي ها واليورينري، يعني هو شغله أكتر عليهم، مش أونلي لكن أكتر، ميال أكتر لأنه ينبه الريسبتور الإم 3 اللي في الجي اي تي يورينري. طب ولما ينبه ام 3 في جي اي تي ويورينري يعمل ايه؟ قالوا ما احنا قلنا لك هيزود الموتيليتي ويفتح السفنكترات، يبقى هيدخل الناس الحمامات، يبقى ده اسمه دواء الحمامات على طول. اي بني ادم عنده ريتنشن سواء يورين او سواء في الجي اي تي، عنده امساك، عنده بوست اوبرتيف يورين ريتنشن، عنده اي حاجه منعه، هتقوم محركه الوول مزوده التون وفتح الاسفنكتر، يقوم الشخص داخل الحمام على طول. بس عندنا ملاحظتين مهمين. البيثا نيكول انا قلت لك انه ميال اكتر لام 3 اللي في الجي اي تي واليورينري، هو ميال لهم، لكن في خطوره انه يروح يلطش ام 2 اللي كانت في الهارت اللي كانت بتعمل برادي كارديا. علشان كده قالوا لنا ممنوع تدي الدواء ده حقن اي في، اي في دي ممنوع، ممنوع حقنه في الوريد. ليه؟ قالوا اصل الحقنه اللي في الوريد دي ممكن تروح بهاي كونسنتريشن للهارت وتقوم مشغله ام 2 تقوم عامله سيفير براديكارديا وجايز توصل معاك لكل الكاردياك ارست تموت. يبقى مبدئيا البيثا نيكول ده اورال او حقن سبكوتينيوس تحت الجلد وليس في الوريد. طب ادي اول ملاحظه. تاني ملاحظه، قالوا ما تديهوش لواحد عنده ريتنشن وسبب الريتنشن اورجانيك اوبستراكشن. نفسر، يعني واحد عنده مثلا كبير في السن وجاي لك يقول لك يا دكتور انا ما دخلتش الحمام، ما بدخلش الحمام، عندي يورين ريتنشن واحتباس في البول، وتيجي تكشف عليه مثلا تلاقي سبب الاحتباس ان عنده انلارجد بروستات مثلا. اهو انلارجد بروستات دي هتعمل يورين ريتنشن، احنا بنصنفه اورجانيك. اورجانيك يعني ايه يا بطل؟ يعني اللي عامل ريتنشن ان في ان سمثينج، يعني في حاجه هي اللي عامله، او عنده تيومر هو اللي حابس يبقى ده اورجانيك، او عنده حصوه مثلا ستون هي اللي قافله يبقى اورجانيك. كل ده اسمه اورجانيك اوبستراكشن، يعني في حاجه اورجانيك قافله الواي الباث واي بتاع اليورين. في الحاله دي ما تديش بيثا نيكول. امال ادي بيثا نيكول امتى؟ قالوا اذا كان الريتنشن فانكشنال. فانكشنال يعني ايه؟ يعني ريتنشن من غير ما يكون حاجه سد الباث واي. يعني واحد عمل عملية مثلا ومن كتر البنج البلادر مش شغالة كويس، فانت محتاج تحركها. يحركها في الحالة دي بالبيثا نيكول. واحد عمل عملية والمعدة بعدها مش شغالة كويس، المعدة مش راضية تشتغل، حركها بالبيثا نيكول. لكن لما يكون في حاجة سادة يبقى ما تديش بيثا نيكول، وإلا هتقوم مزود التون الموتيليتي وتيجي تفتح، تيجي تفتح الاسفنكتر ما تعرفش تفتح الاسفنكتر لانه في حاجه سداه، يبقى ما هينوبك الا كلمه رابشر، هتقوم عامل رابشر فيسكس وعامل مشكله. يبقى انا عندي ملاحظتين في البيثا نيكول قلتهم اهم، ما يتاخدش اي في ابدا ابدا علشان ممكن يطول الهارت ويعمل لنا براديكارديا وارست. نمره 2 كونترا انديكيتد تو بي جيفن في حاله اورجانيك اوبستراكشن. تمام كده يا بطل؟ طيب ده كده احنا قلنا دوايين، نتكلم على الدواء الثالث والرابع مكتوبين عندك في الكتاب مع بعض كده في سطر واحد. دواء اسمه سي في ميلين، سي في ميلين، والتاني اسمه بايلوكاربين، ومكتوبين عندك لانهم شبه بعض. الاثنين دول ماسكارينيك اجونست، ما لهمش نيكوتينيك. خلاص كده شغالين على الماسكارينيك. اكتر استخدام لهم، احنا بنستخدمهم عشان يزودوا السكريشنز اللي في جسمنا. طيب هو مش انا قلت لك ان من ضمن وظائف ام 3 ريسبتور انها موجوده في كل الجلاندز اللي في جسمك، اي غده في جسمك بتطلع ميه فيها ام 3. طيب الدوايين دول متخصصين اكتر شغلهم على ام 3، يعني ده اكتر شغلهم ماسكارينك وميالين اكتر لام 3. تلاقي عينك بدات تدمع، حصل لك سلايفيشن، سويتنج وهكذا. طب ده هنستفيد منهم في ايه؟ قالوا ما احنا عندنا امراض بيبقى فيها دراينس، العيان عنده دراينس اوف اول بودي سيكريشن. ادينا مثال، مرض اسمه سيوجران سيندروم. سيوجران سيندروم هو بيتكتب كده اس جي او والاو عليها نقطتين ار اي ان. سيوجران سيندروم ده اولا اللي وصفه دكتور سويدي 1933، كان راجل، كان دكتور عيون اوفثالمولوجيست،
وهو اللي وصف المرض ده، لقى ان بعض الناس بيقولوا عندهم دراينس، سيفير دراينس، ما عندهمش دموع، الدموع مش موجوده، وجلدهم دايما ناشف ورقهم دايما ناشف. نشفان الرق ده اسمه زيروستوميا. زيروستوميا يبقى مرض سيوجران ده، الراجل السويدي اللي وصف المرض ده، عباره عن دراينس اوف اول بودي سيكريشن. يبقى احنا هندي البايلوكاربين او السيفيميلين للناس اللي عندهم سيوجران سندروم علشان نصلح الدراينس اللي عندهم. هنصلح الدراينس، الزيروستوميا اللي عندهم دي هنصلحها، وهنصلح لهم كمان الدراينس، العرق اللي عندهم هنبتدي جسمهم ها العرق يخرج واللاكريميشن، وكل حاجه هتتصلح. ده اول استخدام لهم. ممكن تستخدم البايلوكاربين ده قطره عين برضو، زيه زي الدواء الاولاني اللي كان اسمه كارباكول، عشان تعمل مايوزس. وانا قلت لك كلمه مايوزس مش هي المقصوده، انا بعمل مايوز عشان افتح الكنال اوف شلام والترابيكولار مش ورك، اقوم اصرف الايكواسيوم. يبقى الادويه دي استخداماتها كده، السيفيميلين والبايلوكاربين، اما تستخدمهم علشان تو ستيميوليت سلايفيشن وتصلح الدراينس اللي عند العيان اللي عنده سيوجران سندروم، او ان انت تديها قطره عين فتصلح ايه، تعمل مايوزز وتخفض ضغط العين. الادويه دي هل ليها اعراض جانبيه او سايد افكت؟ طبعا هتقول لي بس يعني ايه، ما احنا الى حد ما مثلا دواء ده كان شغال على ام 3، وكان في دواء تاني معرفش شغال على الجي اي تي واليورينري. ايوه يا سيدي، بس لو زادوا هيبتدوا يعملوا لك بقى ماسكارينك افكتس كلها. ايه هي الماسكارينك افكتس كلها اللي ممكن تحصل؟ طيب احنا ممكن نلخص الماسكارينك افكتس، البلاوي اللي ممكن تحصل، في كلمه دامبل. دامبلز ليه؟ هتقول لي دي دايريا ليه؟ طيب ما اصل الادويه دي ممكن تروح للجي اي تي واليورينري تفتح الاسفنكترات فيحصل دايريا. طيب ويورينيشن، طيب والام دي مايوزس، ما هي الادويه هتروح للعين تعمل لنا مايوزس يعني. طب والبي براديكارديا، القلب هيبطئ عشان ام 2 هتشتغل، ومش بس كده، وبرونكو كونستريكشن، ما هي البرونكاي فيها ام 3، ما هي سموث مصل يحصل لها كونتراكشن. طب والال دي لاكريميشن، لاكريميشن ليه؟ ما هو لاكريميشن عشان دي غده بتطلع ميه، هتشتغل وتطلع ميه. طيب والال الاي دي ايميسز، ايميسز يعني فوميتنج واكسايتيشن اوف سي ان اس، لان ما هو مخك مليان ام 1 ريسبتور، هتشتغل هي كمان بقى، والله اعلم ايه اللي يحصل لك، يحصل لك سي ان اس اكسايتيشن. الاس دي سلايفيشن، سلايفيشن وسكليتال ماسل تويتشز، ممكن يحصل لك سكليتال ماسل تويتشز لو كان الدواء هيطول يعني، لو كان له نيكوتينيك افكت يعني، زي حاجه زي الكارباكول، الدواء اللي اسمه كارباكول الاولاني كان بينبه ماسكارينيك ونيكوتينيك، فكونه ينبه نيكوتينيك هيلطش بقى السكليتال ماسل كمان بالمره ويعمل لك سكليتال ماسل تويتشز. طيب ادي الاعراض الجانبيه اللي ممكن تاخدها. على كده بقى لو قلت لك مين الناس اللي ما تاخدش الادويه دي، تقول لي والله ان ما ياخدش الادويه دي، اهم واحد في اللي ما ياخدش الادويه اللي انا قلتها دي نوعين. الاولاني اللي عنده برونكيال ازمه، البرونكيال ازمه ما ياخدش اي ماسكارينك اجونست، هيحصل له برونكو كونستريكشن. اثنين زي ما قلت لك البي ثاني كل ما يتاخدش لاي بني ادم عنده يورين ريتينشن ديو تو اورجانيك اوبستراكشن. طالما قلت كلمه اورجانيك ما ينفعش خلاص، يبقى ده يروح لجراح بتاع البروستات ده، يا اما ياخد الفا بلوكر او يروح لجراح يشيل له البروستات، لكن ما ياخدش ابدا الدواء اللي يفتح الايه السفنكتر بالعافيه، مش هيعرف يفتحه بالعافيه وهيحصل لك رابشر فيسكس. طيب ندخل بقى على النيكوتينيك، خلصنا ماسكارينيك اجونست، ندخل على النيكوتينيك اجونست. نيكوتينيك اجونست هتلاقي دواء اسمه عندك نيكوتين، ودواء تاني بعد شويه اسمه فارنيكلين. الاثنين دول بينبهوا نيكوتينيك ريسبتور. بس هسألك سؤال بسيط كده ومنطقي جدا، هو انت لما تنبه نيكوتينيك ريسبتور هتاخد ايه يعني؟ هتقول لي هنبه الجانجليا. طب ما هو مش هتاخد حاجه، لان هتنبه جانجليا سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك قصاد بعضهم، فانت كده بتشتغل شغلانه نون سيلكتيف، مش هتنفعك في حاجه يعني. يعني ايه الداعي انك تدي نيكوتين؟ النيكوتين ده اللي موجود في السجاير في التوباكو. اما تدي نيكوتين وتنبه الجانجليا كلها اللي في جسمك يعني، هتعمل حاجات انتاجونايزنج يعني، السيمباثيتك هيعمل لك حاجات والبارا سيمباثيتك حاجات عكسها، فما هينوبك غير ميكس من حاجات كتير قوي كلها نون سيلكتيف ونون سبيسيفيك، وبالتالي اصبح النيكوتين ده ملوش استخدام عندنا في الطب يعني. هو كيميكال لكن ملوش استخدام في الطب. المعلومه الوحيده اللي احنا عايزينك تعرفها عن النيكوتين ان هو هيروح ينبه الجانجليا في السمول دوز،
يعني لو اتاخد بسمول دوز، افتكر كده اس اهي سمول استيميوليت، حلو كده. لكن في اللارج دوز لو اديت نيكوتين في اللارج دوز يبتدي يقفل الجانجليا ويعمل انهبيشن للسي ان اس ويعمل لك ديبريشن لكل وظائف جسمك. دي المعلومه اللي تاخد بالك منها عشان في السكاشن بيسالوك فيها. النيكوتين ده هو متصنف عندنا ان النيكوتينيك اجونست، بيروح ينبه الجانجليا، لكن ينبه امتى؟ سمول دوز ينبه، لارج دوز تقفل كل الجانجليا. طب انا هاخد السمول دوز هنبه الجانجليا هيحصل لي ايه؟ هيحصل لي كل حاجه في الدنيا ممكن اتوقعها. لكن في حاجات نتفق عليها، يعني في حاجات مفيش نقاش فيها. يعني مثلا لو انا قلت لك البلاد فيزل هيحصل فيها ايه؟ لو انا خدت نيكوتين يعمل ايه في البلاد فيزل؟ هتقول لي البلاد فيزل كان لها سمباثيتك سبلاي اونلي، صح كده؟ كان مالهاش بارا سمباثيتك، يعني هو البلاد فيزل مالهاش نصيب في البارا سمباثيتك. طب وبالتالي لما ادي نيكوتين ويروح ينبه الجانجليا كلها اللي في الجسم، البلاد فيزل هينوبها ايه؟ هينوبها السمباثيتك بس، فيحصل فازو كونستريكشن، فيحصل ان ضغطك يعلى، ممكن يحصل لك هايبرتنشن. علشان كده السجاير اللي فيها نيكوتين دي يعني مش ممكن توطي الضغط، لا لازم هترفع الضغط. هترفع الضغط ليه؟ هتنبه الجانجليا السمباثيتك وتعمل لك فازو كونستريكشن. وما تقوليش بقى بارا سمباثيتك لان البلاد فيزل ملهاش بارا سمباثيتك صبلا. ده واحد. اتنين، انا مش قلت لك من شويه ان السوبرا رينال جلاند اللي فوق الكلى مش دي فيها نيكوتينيك ريسبتور؟ مش انا قايل لك ان فيها نيكوتينيك ريسبتور هنا اسمه ان ان على اعتبار انها موديفايد جانجليا؟ طب ما هي لما النيكوتين اللي هو في السجاير ده هيروح ينبه الجانجليا دي السوبرينال هيطلع منها ادرينالين ونور ادرينالين، ده هيساهم في مزيد من الفازو كونستريكشن. انا بس بقول لك الكلام ده عشان لو ممتحن سالك يقول لك هي السجاير بترفع الضغط ازاي؟ اقول له يا باشا بتروح تنبه كل السمباثيتك جانجليا فبتعمل فازو كونستريكشن. اتنين، بتروح للسوبرا رينال جلاند تطلع منها نيكوتين بتاع ادرينالين فبيعمل فازو كونستريكشن. تلاتة، السجاير كمان او النيكوتين ده بيروح يشتغل على حاجات في المخ هنا على البيتويتر جلاند يطلع منها حاجه اسمها فازوبريسين. فازوبريسين اللي هو اي دي اتش اللي هو انتي دايوريتك هرمون اللي بيعمل برضه فازو كونستريكشن. مش بس كده، السجاير كمان مع الوقت بتبوظ الاندوثيليوم. الاندوثيليوم اللي هو اللايننج، الاندوثيليال لايننج اوف بلاد فيزل، فبتعمل اندوثيليال ديسفانكشن. وبالتالي كده السجاير عملت اربع حاجات، او مش نقول السجاير بقى نقول النيكوتين اللي في السجاير عمل لنا اربع حاجات لهم علاقه بضغط الدم. ولذلك لما اي مدخن يروح لدكتور قلب اول كلمه دكتور القلب هيقولها له بطل تدخين فورا، مفيش حاجه اسمها دخن نص علبه، مفيش فورا. النيكوتين بقى ملوش استخدام عندنا في الطب غير لزقه، يعني تحط لزقه كده باتش يسموها نيكوتين باتش علشان تساعد الناس ان هم يبطلوا السجاير. لان اللي بيجي يبطل سجاير لما تيجي تقول له بطل سجاير يقول لك انا ببقى عصبي وما بقدرش ومش عارف ايه، تقول له طب انا هديك حاجه تعويضيه من بره، احنا مثلا نقرر نبطل كمان اسبوع، من دلوقتي هبتدي اللزقه. يعني انت هتقرر تبطل مثلا ايه، هنحط ديت، هنحط ايه تاريخ، يبقى نتفق ان مثلا بعد اسبوع من النهارده هتبطل، نبتدي اللزقه بقى من النهارده. وبعد ما تبطل السجاير هنبتدي ايه، اللزقه دي هتدي لك النيكوتين اللازم في جسمك، مش هتحس قوي بتاثير الوزدرول. يعني رجعوا تاني عملوا دواء احسن من النيكوتين للموضوع ده، لموضوع سموكينج سيزيشن، عملوا دواء اسمه فيرنيكلين لان لقوا النيكوتين اعراضه الجانبيه كتير وبيعمل مشاكل كتير لانه توكسين، هو يعتبر سم اصلا. فقالوا طيب خلاص نعمل دواء بقى ارحم منه شويه كده، بارشيال اجونست، يروح برضو ينبه نيكوتينيك ريسبتور زي النيكوتين كده، ويساعد الناس ان هم ايه، يعني يساعدهم عشان يبطلوا السجاير. طب هيساعدهم ازاي؟ قالوا هنعمله برضو لزقه زي النيكوتين كده بالظبط، لزقه اسمها فيرنيكلين، وهو ده الدواء اللي دلوقتي في العالم كله يستخدم للسموكينج سيزيشن. لو جالك ام سي كيو وطلب منك الدواء الموجود في العالم كله اللي موجود دلوقتي اصبح لزقه كده افضل من النيكوتين باتش، قول له الفيرنيكلين ده بتاخد باتش عشان تو هيلب ستوب سموكينج. والفيرنيكلين ده منه حاجه لسه يعني جديده وكده، فطبعا اي حاجه جديده انت عارف ان احنا اما تبقى دواء جديد او حاجه نازله جديد ما نحبش نديها ابدا لواحده بريجننت، لان بنخاف يكون لها اعراض جانبيه او بيرث ديفكت يكون لسه غير مكتشفه. فالفيرنيكلين طبيعي جدا يبقى كونترا انديكيتد في بريجننسي.